حكيم الصالح سليمان العمري من مدينة بريدة، أرحب بأصدقاء برنامج ربوع بلادي في مدينة بريدة. أود بهذه المناسبة أن أرحب بالأصدقاء والزملاء المشاهدين لأقدم لهم أطيب التحيات بهذه المناسبة السعيدة. ويسرني أن أقدم نبذة قصيرة عن موقع مدينة بريدة. تقع مدينة بريدة في وسط المملكة العربية السعودية، وتبعد عن المدينة المنورة شرقا حوالي 500 كيلومتر، وتبعد عن العاصمة الرياض 400 كيلومتر. أما الآن أيها الأخوة المشاهدون، فلنبدأ جولتنا. صورة من الماضي لمدينة بريدة ما زالت تطل على حاضرنا لتشاهد نهضتنا في عهدنا السعيد المطمئن الآمن. وبريدة عرفت بهذا الاسم قديما واشتهرت به. وكانت في العهود السابقة محاطة بسور ضخم ما زالت بواقيه حتى الآن، ويعود إلى القرن العاشر الهجري. ومباني المدينة القديمة تتكون في الغالب من طابقين من طراز خاص بنيت بالطين والأخشاب المحلية. كانت شوارعها مستقيمة متسعة إلى حد ما، وكانت بريدة قديما عامرة بالأسواق التجارية والزراعية مثل الخرازين والحبابين والقماشين والشماسين وسوق الذهب والفضة، وما زال بعض منها باقيا حتى الآن يشد انتباهنا إلى الماضي. ولأهل بريدة منذ القدم اتصال بالبلاد العربية كالشام ومصر والعراق والكويت وليبيا، فقد كانوا يسوقون لديهم إنتاج الجزيرة العربية من التمور والحبوب والعطارة. وفي عهد المغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، بعد أن استقر الأمن في عام 1347 هجرية، أخذت مدينة بريدة تتسع خارج السور ويمتد العمران وتتضاعف مساحتها سنويا. وبدأت النهضة العمرانية تأخذ وضعها الثابت بعد عام 1372، وبدأت تظهر بعض الأحياء الحديثة والمباني العصرية.
حي الصفراء يعتبر من أحدث الأحياء السكنية في مدينة بريدة، وكذلك حي الفائزية، وظهر بمستوى عصري لنظام الفلل وتصميمها التي أبدع في هندستها وفن ديكورها. برنامج أفراح وتهاني، كل المتعة وعظيم الفائدة. مشاركة فيها تجسد أسمى معاني الحب والإخاء بين أفراد المجتمع الواحد. أفراح وتهاني السبت 11 مساء على ذكريات. نحييكم ونقدم لكم برنامج البادية. عندنا إن شاء الله اللي يرضيك ويرضي الحضور ويرضي المشاهدين. مضارب البادية السبت 7:30 مساء على ذكريات. أبطال حبيناه وكانت المواجهة بالحلبة بينهم حتمية. فنون قتالية وحركات قوية ما ننساها تشعل الحماس فينا. ونبقى منتظرين الفائز للنهاية في مصارعة حرة. مصارعة حرة الثلاثاء 11 مساء على ذكريات.
مناظر من أحياء مدينة بريدة الحديثة. عمها العمران وانتشر في كل جوانبها، وعبدت الطرق وأنشئت المدارس والمرافق والمستشفيات. ولمواجهة النهضة العمرانية التي تشهدها بريدة الآن، أنشئ فيها مصنع إسمنت القصيم الذي بدأ إنتاجه هذا العام بطاقة قدرها 40,000 كيس يومياً. يعتبر هذا المصنع هو الرابع من حيث الإنشاء والثاني في حجم الإنتاج على مستوى مملكتنا الفتية. مصنع إسمنت القصيم يقوم بتوفير احتياجات منطقة القصيم بكاملها، ومستقبلاً سوف يزيد الإنتاج ليغطي احتياجات المناطق الأخرى من مملكتنا. بمدينة بريدة يقام حالياً إنشاء أكبر استاد رياضي في منطقة القصيم، سوف يفتتح بعد 6 شهور من الآن، ليضم نشاط 11 فريقاً من الفرق الرياضية ببريدة. تستمر بريدة كبقية المدن والقرى والهجر، البوادي والحواضر في مملكتنا، لتأخذ صورتها العصرية. شأنها في ذلك شأن المدن الكبيرة والصغيرة، ويفد إليها الكثير من الخبراء ورجال الأعمال، وتفتح أحدث الفنادق المجهزة بأحدث الخدمات الفندقية. بمدينة بريدة توجد محطة تلفزيون القصيم، وهي تغطي منطقة القصيم بأكملها بالإرسال التلفزيوني. قوتها 5 كيلووات، وارتفاع هوائها 300 قدم. وتنتج بالمحطة بعض البرامج الثقافية والدينية والتسجيلية التي تذاع على الشبكة. ويستمر الإشعاع الحضاري يضيء لنا حياتنا ويملأها بهجة وسعادة ورخاء وأمنا على كافة ربوع بلادنا. هذا منظر من أحد الفنادق الحديثة التي أقيمت في بريدة، يستعد لاستقبال الزبائن وضيوف القصيم بصفة عامة. مزود بأحدث الإمكانيات الفنية كأجهزة التلفزيون والاتصالات السلكية واللاسلكية، وبه صالات اجتماعات
أما الآن فنقضي لحظات مع الفن الشعبي في مدينة بريده.